ألا قلت لكم في الماضي وأقول الآن، المسيحيون إخوتنا، نحبهم ويحبوننا، هم جيراننا ونحن جيرانهم. لقد فتحوا كنيستهم لمعالجة جرحانا، ونحن لن ننسى لهم هذا الفضل، لأن الله قال لنا: لتجدن أشد الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لقد عشنا واحد الشعب السوري واحد. لقد عشنا نحن وإياهم جيرانا متحابين متآلفين، ما اعتدينا عليهم في يوم من الأيام، ولا اعتدوا هم علينا أيضا في يوم من الأيام. لذلك نحن نكن لهم المحبة، ونكن لهم التقدير، ونكن لهم المودة. لذلك أيها الإخوة، ليبقى هذه الثورة بيضاء نقية صافية كما أردناها، فليبارك الله في جمعكم هذا وليوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. كان يخلق الله.